تعال افهم حاجة مهمة من القصة دي. صاحب شركة صغيرة كان غرقان في الديون، جرب يفلس، الديون محوطانة من كل حتة والبنوك مش عايزة تسلفه، وكل السكك اتقفلت في وشه. وفي يوم من الأيام ماشي في الشارع بيجرجر همومه وراه، قاعد على كنبة موقف أتوبيس. قاعد جنبه رجل عجوز، قال له مالك؟ فحكى له قصته. فالرجل العجوز قال له اعتقد اني عندي حل لمشكلتك دي، وراح مطلع شيك وقلم وكتب فيه وراح مديه لصاحب الشركة الصغيرة دي، وقال له هجابلك هنا كمان سنة علشان ترد لي اللي اخدته مني، وسابه ومشي. صاحب الشركة بيفتح الشيك لقى مكتوب فيه $1,000,000 بامضاء جون دي روكفيلر، وده واحد من اغنى الرجال في العالم. صاحب الشركة فكر وقال انا اقدر دلوقتي اسد ديوني واحل كل مشاكلي بالشيك ده. اسمع بالله عليك للاخر كده. وبعد تفكير وخوف انه ما يقدرش يسد الفلوس دي، بعد كده قرر انه يحتفظ بالشيك في خزنته، وانه هيحاول محاولة اخيرة، ولو فشل اهو مع الشيك يغطي كل خسائره. وفعلا صاحب الشركة بدأ بايجاد الحلول وبدأ يتعامل مع المشاكل اللي عنده وحل جزء كبير منها، لحد ما بدأ يوقف على رجليه وسدد كل الديون اللي عليه، والشيك لسه زي ما هو محتفظ بيه في الخزنة. ركز. عدت السنة والشيك بتاع الرجل العجوز زي ما هو في الخزنة ما تصرفش فيه، فقرر يروح نفس موقف الأوتوبيس ده علشان يدي الشيك لجون وهو في قمة سعادته وفرحان بالإنجاز اللي عمله وانه ما صرفش الشيك وحل مشاكله بنفسه. وفعلا لقى جون داخل عليه ولسه بيحط ايده علشان يطلع له الشيك، لقى ممرضة جريت على جون ومسكته من ايده وقالت له الحمد لله اني لقيتك، وهي بتتأسف لصاحب الشركة وبتقول له أسفة وياريت ما يكونش ضايقك، هو راجل مسن وانا الممرضة المسؤولة عنه. هو دايما بيهرب من البيت ويدعي انه جون دي روكفيلر الملياردير المشهور، وخدت الراجل المريض ومشي. طبعا صاحبنا صاحب الشركة ده وقف مذهول تماما وقال بقالي سنة ببيع وبشتري وبحل مشاكل وبعقد صفقات اعتقادا مني ان ظهري محمي $1,000,000. الواقع هنا ان مش الفلوس اللي معاه هي اللي انقذته، ولكن الشخص الجديد اللي اتولد وحس بالثقة مجرد ما حس انه مسنود. نفس التصرفات دي كان يقدر يعملها من غير فلوس، لكن خوفه وقلقه المبالغ فيهم هم اللي كانوا مانعينه. الخلاصة عندنا حاجات كتير تهون علينا القلق والتوتر اللي واكل حياتنا، بس احنا ما بنبصش غير على اللي ناقصنا بس. عندنا ربنا اللي في ظهرنا رحيم كريم وقوي، اقوى من مليار الدولارات اللي ممكن تأمنك. فحاول تتخلص من شبح القلق اللي بياكل في جسمك وبينحر فيه ويوقفك في مكانك عاجز، مع ان في ايدك كتير تعمله. لو عجبك الفيديو عجبتك القصة ياريت تشترك في قناتي على اليوتيوب وتستنى كل فيديو جديد وكل قصة جديدة. السلام عليكم.